ايه تمام. اه ماشي مونيكا خانم، بدي اطلب منك اخر طلب. ممكن هذا الحديث يضل بيناتنا انا وياكي؟ ايه لانه انا بدي كل هالشي يكون مفاجأة لفتون. ايه طبعا. اياد؟ لا لا، ما في مشاكل بنوب بهالخصوص، اصلا فتون ما لها متذكرته. حضرتك اكيد رح تجهزي لي كل اللي طلبته منك، ما هيك؟ طيب شكرا كتير إليك، ومعناها منشوف حضرتك عن قريب إن شاء الله. طبعا إذا بدك. ماشي، باي باي. رايح على إيطاليا مو هيك؟ إيه بتقول. أنا ناوي إني روح لهنيك وارتاح كم يوم وبعدين برجع. وفتون شو إلها علاقة بهالقصة؟ وبعدين شو هي المفاجأة؟ بس يجي وقتها أكيد رح تعرفي. كيف رح تترك شغلك وحياتك وتسافر هيك؟ شغل شو بتقول؟ شو عم تقولي؟ شغل شو أنت مفكرة أنه ضل في شركة؟ لا أختي، الشركة فلست ومشي الحال. وبعدين بابا داير باله على الشركة أحسن مني. أخي اسمعني. خلص. فتون، ما عاد بدي اسمع ولا كلمة عن هالموضوع، ماشي؟ ما حدا يتدخل فيكم، بكفي. هي حابة إياد وعشقانته. فتون، أنا مسافر على ميلانو، قررت أني أعيش هناك. ليش؟ بدي افتح صفحة جديدة بحياتي وبعيد عن هون، ورح بلش من الصفر. انت كمان بتسافري معي؟ يعني وقتها منبلش بحياة جديدة سوا. يمكن اللي صار معك هو إشارة من القدر لحتى نبلش حياة جديدة مع بعض ونبني كل شيء من جديد أنا وياكي. فتون تعي معي على ميلانو، هي مدينة أحلامك صح؟ ردي فتون. أنا سألت عن الجامعة، كل شيء جاهز. أنت كل عمرك بتحلمي فيها مزبوط؟ بس أنت ما قدرتي تروحي لها بسبب إياد، وهي فرصتك الثانية، استغليها لهالفرصة فتون. مجد أنا ما بعرف شو بدي أقول عن جد، فاجأتني بهالموضوع، بس أنا هلأ صعب أعطيك أي قرار، تعرف؟ بدي شوية وقت. طيب ماشي فتون، بس لازم تعرفي إنه ما معك وقت كتير، تذاكر جاهزين وأنا هلأ بس مستني كلمة واحدة منك لنسافر. إذا كنتي حابة تغامري وتروحي معي اليوم منروح. فتون في شي مهم لازم تحطيه ببالك، صدقيني الناس اللي تغيرت حياتها هي بس اللي لحقت أحلامها.